أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الجديدة مع الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا بالصحف المحلية، والبداية من صحيفة الأهرام نقرأ منها: تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تشاد لمكافحة الإرهاب. الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لجمهورية تشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية. البابا يرأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور رسمي وشعبي كبير. ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يهنئان البابا توادروس بعيد الميلاد المجيد. من صحيفة الجمهورية: برعاية الرئيس السيسي، شرم الشيخ تستضيف منتدى شباب العالم قبل انطلاقه. الأحلام تلتقي والخبرات تتفاعل، وثمانون رحلة طيران لشرم الشيخ لنقل ضيوف المنتدى. كيروش في معادلة كأس الأمم الإفريقية، صلاح يقود المنتخب في الكاميرون بطموح اللقب. من صحيفة الشروق: منتدى شباب العالم شرم الشيخ جاهزة لاستقبال وفود من 196 دولة، ونشر فرق عمل في المطارات بشكل دوري لاستقبال الوفود. رئيس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا توادروس بعيد الميلاد المجيد. إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني يتيح الترجمة الإنجليزية لخواطر الشيخ الشعراوي. من صحيفة اليوم السابع: النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع القطار الكهربي السلام العاصمة الإدارية، والتشغيل التجريبي دون ركاب يبدأ خلال أيام، وتطبيق نظام التذكرة الموحد بعد الافتتاح الرسمي مع خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى. إنجازات الدولة المصرية في الصعيد تتوالى، مخطط ضخم لإنشاء مجمع صناعي لاستخراج الأملاح شمال بحيرة قارون بالفيوم. الأرصاد تقول: شبورة كثيفة اليوم تصل لحد الضباب، الصغرى بالقاهرة 10 درجات. ونتحول للصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط: قصف متبادل إيراني أمريكي شرق سوريا. واشنطن وباريس تنتقدان تصعيد موسكو في أدلب. اختبار للقوة مستمر عشية جلسة البرلمان العراقية. اليونيفيل تتهم جهات فاعلة جنوب لبنان بالاعتداء على جنودها. من الخليج الإماراتية: النيابة التونسية تحيل الغنوشي و18 شخصية بارزة للمحاكمة. قوات الشرعية اليمنية تسيطر على محيط ومدخل ييحان. الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع القيادة الليبية لإنجاز الانتخابات. مباحثات سودانية أمريكية حول مخرج من الأزمة السياسية. من صحيفة عمان اليوم: صحيفة عمان فتح إجراءات فلسطينية قادمة لمواجهة انسداد الأفق السياسي لعملية السلام. طالبت بتحرك دولي عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الملك عبد الله الثاني يبحث مع بيل غانتس التهدئة في الأراضي الفلسطينية. الكاظمي يقول: قصف المعسكرات العراقية تصرفات عبثية وهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد. إلى صحيفة القبس الكويتية ونطلع منها: مصادر حكومية كويتية تؤكد أنه بالرغم من تسجيل أعلى إصابات إلا أنه لا حظر ولا إغلاق للمطار والمنافذ. رسائل ميدانية إيرانية خلال مفاوضات النووي. صواريخ على فيكتوريا في العراق وجرينفيليج في سوريا. لبنان تفاهم مرحلي على دورة استثنائية للنواب وإقرار الموازنة. ونتوقف الآن مع الصحافة العالمية، وأولى محطتنا من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. الخارجية الأمريكية: واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي لخفض التصعيد بين موسكو وكييف. واشنطن تدين إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي وتدعو للحوار، وكوريا تختبر ثانية صاروخ أسرع من الصوت. النمسا تدعو لاتخاذ تدابير ملموسة بشأن نزع السلاح النووي. وفي صحيفة لوموند الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط نفس في كازاخستان. أنتوني بلينكن: لا تقدم في المحادثات مع روسيا طالما المسدس موجه إلى رأس أوكرانيا. جائحة كورونا، سياحة مضطربة، مدارس مغلقة، زيادة الجوع في العالم وتزايد العمل عن بعد. ونتحول لنطالع من صحيفة نيويورك تايمز:
الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد للوفيات بكوفيد 19. هونغ كونغ تحظر رحلات الطيران وإخضاع 13 مليون شخص لفحوص كوفيد 19 في الصين، وعدد قياسي للإصابات في إسرائيل. الشرطة الكازاخية تعلن مقتل عشرات المتظاهرين. نبقى معكم في مطالعاتنا الصحفية، وهذه المرة نتوقف مع الجارديان البريطانية. جو بايدن يواجه أزمات متعددة بعد انقضاء عامه الأول في الرئاسة الأمريكية، بدءا من تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أجندة اقتصادية متعثرة وتوترات متزايدة مع روسيا. وفي بريطانيا بوريس جونسون يعبر عن مخاوفه إزاء انتشار متحور أوميكرون. وفاة أقدم أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 112 عاما. التصريحات الرسمية في كثير من الأحيان لها رسائل ودلائل. نتوقف مع تصريحات صحفنا اليوم ونقرأ من الأهرام كبداية. رئيس السيسي دعم مصري كامل لجمهورية تشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية. من صحيفة الشرق الأوسط، الرئيس العراقي برهم صالح: نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية كبرى تتجسد بالانتصارات المتحققة وتعزيزها والعمل على عدم تكرار المآسي الإرهابية. من الجارديان البريطانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول: لدينا خطة تمويلية ب 1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا، ولا حاجة لإغلاق المدارس. ونبعد قليلا عن السياسة، ووسيلتنا في ذلك أن نطالع من صحيفة القبس الكويتية بداية تحت عنوان: اختبار دم يكشف الإصابة بالسرطان مبكرا. بهذا البحث العلمي وصل العلماء إلى تطوير الاختبار للدم يمكن من خلاله أن تحدث المساعدة في اكتشاف السرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير محددة مثل فقدان الوزن غير المبرر أو التعب. وإذا ما تم التحقق من فعاليته يمكن للاختبار أن يكشف السرطان في وقت مبكر، وبالتالي الاستجابة للعلاج في وقت أسرع واحتوائي له. إلى صحيفة ديلي ميل البريطانية، قامت تشيلي بتلقيح حيوانات مهددة بالانقراض بالجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا بعدما تلقوا جرعتهم الأولى في منتصف الشهر الماضي، ومنهم نمر بنغالي وإنسان الغاب إلى جانب ثلاثة أسود. وهي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي بدأت بالفعل في تلقيح حيوانات حدائق حيوانها. ختام جولتنا مع صحافة، نشكر لكم حسن المتابعة، ولقاء يتجدد بإذن الله.